السلام عليكم. اليوم عندنا لعبة Resident Evil Zero. قبل قليل قمت بتهكير الايبوت، وهسه حبيت اجرب الايبوت داخل اللعبة. هسه نشوف شنو اللي احنا، انا خليت الطاقة والسلاح انفينيتي، سلاح انفينيتي الطاقة والايتم، يعني جميع المواد عندك، المفاتيح هاي كلها عندك مع جميع الاسلحة. طلق لا نهائي، طاقة لا نهائية. هسه نجرب ونشوف نشوف اللي سويناه مضبوط ام مضبوط. هسه بدينا، هسه نجرب. هسه مثل ما تشوفون هذا السلاح يخلص 10-13 طلقة مع 30 طلقة عتاد. احنا هسه مثل ما تشوفون طلعت الماغنوم اللي هو اقوى سلاح تقريبا، سلاح الماغنوم. انا اكثر شيء احب هذا السلاح العب به اللعبة، ما احب اخذ بعد الاسلحة القوية ولا فقط. هسه ما تشوفون جو هاي النايف هاند جان، قاعد اغير سيليكت زائد اروان. هسه ما تشوفون هاي الغدارة، هسه هاي طلعت الغدارة مصفرة، اي هاي الغدارة مصفرة والماغنوم مصفر. هسه نقوم بتجربته. عيوني وينه؟ هسه خلنا نجرب انه نشوف انه عدو زومبي حتى يضربنا، نشوف طاقة لا نهائية اما تخلص حتى نرجع نغير الاكواد في الايبوت. هسه هذا الزومبي مثل ما تشوفونه، هذا خلنا اللهم صل على محمد. هسه هاي اول علسه خلنا نصلحها. هذا عيوني الف عافيه. ايه هذا خلنا كب بغوا ذولي. هسه ما تشوفون سلاح مصفر، خلنا نبلش بيهم. هاي هم تروفي جاكم، الله كريم على كيفك كيفك على كيفك. انا اسكر هذا، هسه بقى عندنا واحد، هذا خلنا نجرب عليه. الف عافيه. لا تستعجل لا تستعجل على هواك. اصمت؟ لا خلنا نشوف الطاقة والله على هواك. لا تستعجل لا تستعجل بالعرض. يلا تجم، المهم هذا. هسه نشوف الطاقة مثل ما تشوفون خضراء، يعني عالس للصبح. مثل ما تشوفون الغدارة نص ونص مسدس سويته لكم، ما ادري ايش ترمي بعد قاذفات ما ادري شنو بعد. حي الله الله كريم. هسه راح ما ادري ايش نطلع، ايش بيش صايرة. دوس سيليكت، هاي هو السيارة طلعت لكم. نوص هاي، شوف الكتابة جوا قاعدة تتغير. يوز ايتم، بس ما يصير اخليها هنا لان شني حطيت على الغدارة. المفروض المربع جوا بس يلا. شد ابو نظيف اوت جيم.